ماكينة الخياطة زائد العدة، تقدر المرأة أن تفتح مشغل صغير في بيتها لسد حاجات أطفالها. ونشكر الجهة اللي مانحل هذا الموضوع. احنا نستفاد إنا للبيت، ونستفيد من خيط إنا بألف ألفين ثلاثة آلاف مشروع إنا مصرف إنا للبيت. هذا وين شيء ما صارت هاي، ما صار بس هسه، فرحونا حيل فرحتونا. سوينا برامج تمكين الارامل وهي سبل المعيشه، وزعنا لهم عدد من هذا البرنامج اللي انتم حضرتوه حاليا، مكائن خياطه، معجنات، تمكين المراه اقتصاديا.